Okay, let's now do try it. This. Try this. Pump. Pump ramp. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ريم أننا. كيفكم؟ إيش أخباركم؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله تمام، إن شاء الله تمام. ما أدري الفيديو هذا متى راح ينزل لكم، بس اعذروني لأنه كنا يومين في المستشفى، عمي سوى عملية بس الحمد لله طلع بسلامة. قررت عشان أنا جالسين في البيت لازم نكون في البيت متواجدين عند أمي وكذا، فطلبت طلبية من أمازون، قلت أوريكم إيش اشتريت. حنشوف مع بعض المشتريات، ولكن هي اشتريت كذا شغلة، ولكن نص الأشياء وصلت ونصها لسه، بس قلت لا لازم اسويكم فيديو وتشوفوا حتى لو نص الطلبات. فقبل ما نبدا بليز اعمل سبسكرايب، فعل الجرس، ويلا بينا ليتس ستارت. تعرفوا انا متحمسه تشوف ايش في الكرتون. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا اول شيء نطلع الستاند لانه هو اول شيء راح نستخدمه. اوه ثقيل الله. الستاند حق الكاميرا مرة باين انه جودة عالية وثقيل. اوكي ما شاء الله. والله قربعت الدنيا. ثانك يو نانا. نانا يا نايس صراحة. very sturdy، مرة روعة. طيب فهذا هو الستاند، شوفوا كيف فتحته لكم عشان تشوفوه، مرة طويل والقاعدة حقته مرة عريضة وكويسة. هذه القطعة اللي تمسك الجوال اللي حاب يصور به الجوال، وهذه للكاميرا. اوكي نثبتها. وهذه فين؟ هنا. اوكي ويصير هذا القطعة هي اللي تتثبت في الكاميرا ونحطها هنا. اوكي واو جدا ستردي، اي لاف ات، 10 على 10. وهذه اي ثينك للتصوير اندرويد واي او اس، شيء زي مفتاح السيارة. هذه عشان اذا تبغوا تصوروا من بعيد تعملوا كليك وتصوروا الكابشن الصورة، عرفتوا؟ زي ما قلت كل شيء في صندوق الوصف اللي حاب يشتري او يطلب نفس الطلبيات هذه. اللي بعده شغلات شفتها في تيك توك. اوكي شفت هذه، طبعا انا طلعتها من الكرتون. اي نو انا طلعتها من الكرتون. هذه الشغله شفتها في التيك توك فقلت لازم اشتريها لانها تسهل الحياه، عرفتوا؟ خلينا نشوف نركبها ونسوي تجربة مع البصل. طيب alright guys، طبعا بعد ما قرأت هذه المعلومات مكتوب فيها كل قطعة وإيش استخدامها. طبعا هذه طلعت الفصل البيض الصفار من البياض، دايسينج بليد لأي خضار سواء بصل بطاطس أي شيء، دايسينج يعني تقطعوها مربعات. هذه للثوم، مرة شكل غريب بس للثوم. 5 و6 هذه شريدنج بليد، بشارة، الجزر، أشياء اللي أنتم تبشروها ولا كوسة أي خضروات. نبدأ الآن بالبطاطس. طيب سو هذه مرة فكرة حلوة في أنكم أنتم الجزء الأخضر هذا تدفوه كذا تسحبوه من هنا. أوكي تسحبوه كذا على وراء تطلع لكم كل هذه الدبابيس. طيب فبتحطوا أنتم البطاطس فيها طيب عشان يدكم ما تتأذى. طيب طيب راح نبشر بهذه البطاطس. بسم الله. نايس شوفوا كيف شرائح الشيبس، شرائح حنقليها للأولاد. Say Rima chop some onions. Rima chop onion now. والله أحس بكسرها. That's how you do it. Oh, that's how you do it. Push it here. You have to push it. Okay, let's do it. Try this. Try this. Pump. Pump rampa. Pump rampa. Try pump rampa. Let's do pump rampa for Nana. Oh. Look at yeah, very nice. That's how you do it. لازم تخبطوها خبطة قوية عشان تطلع لكم.
والله صراحه حلوه نايس صراحه. الاول كنت راح اشرشح الشركه بس لما عرفت فهمت كيف تشتغل لازم تحطوا بصل ها يعني انتوا تضربوها انا كنت خايفه اكسرها بس يو هاف تو بار توميتو باو يا ليتس دو توميتو 1 2 3 فين والله قطعت ابوها واو تبولة من بكرة رح اسوي تبولة صراحة. Alright المنتج اللي بعده يا جماعة اشتريت حاجة عشان الاولاد حبيتها الشغلة هذه برضها شفتها في التيك توك فاشتريت هذه يا جماعة سو نثبت هذه في على المراية طيب حاخذكم معي الحين اوريكم كيف نركبها شوفوا كيف شكلها حاجة مرة خطيرة تنحط المعجون ينحط كذا الأولاد بس يدخلوا الفرش حقتهم يضغطوا كذا وتطلع لهم معجون بالكمية المطلوبة بدل معصر وفك ومدري إيش فأحب أسهل حياتي وحياة الأولاد طيب يا جماعة جبتكم الحمام الله يكرمكم سو نظفنا المرايا ومكان اللي راح نلصق فيه هذه القطعة راح أحط الفرش حقت الأولاد زي كذا وأشوف قد إيش أبغى تكون بعيدة عن الكاونتر زي كذا ونحدد بالضبط فين نبغاها اوكي فنشوف شكله مثلا مع هذه yeah looks good بعد ما نصقتها راح اشيل الجزء الطبقة البلاستيكية هذا الشكل ونحطها كذا نصفها على الكاونتر نحطها كذا بسم الله كذا مكانها تمام نرجعها مرة ثانية برافو اوكي سو نعلق هذه كذا هذه ادم هذه جوليا نفك المعجون الطبق الغطا هذا ونحطه بهذا الشكل اوكي خلونا نضغط نشوف تجربة نضغط كذا شوفوا كيف المعجون جالس بيطلع هذه من الأشياء اللي مبسوطة إني اشتريتها. It's a success يا جماعة. بينج اشتروها مرة حلوة. طبعاً اشتريت فساتين لأنكم تقولوا لي ليه ما تشتري ليه ما تلبسي فساتين ليه ما أدري إيش عندي فساتين بس ما ألبسها ما ألبسها. بس اشتريت ثلاثة فساتين I think إضافية جديدة يعني بس للأسف شارية الليجينج من لقيته في التيك توك زي اللي هو شراب سميك يعني حلو للشتاء وفي نفس الوقت مش شفاف ومرة شكله حلو وتحس انه كأنه من الشرابات اللي شفافة هذا هو الفستان الشتوي اللي اشتريته اوريكم كذا شوفوا كيف شيء ناعم وللشتاء مرة حلو من بعيد اوريكم This is the dress مع الشنطة الحلوة هذه تيدي بليك تركب مع اغلب ملابسي فبالذات مع البوت هذا الطويلة What do you think guys كم تدو من 10 ما ادري حاسة اكمامه شوية قصيرة اكثر من الشيء الطبيعي فكل اللي حسويه راح ازمهم I guess البس عليهم الشنطة هايدي بوت طويل والمي حبيت القصة انها 8 فيها زم This is it guys هذا هو الفستان جدا بسيط شتوي شيء حلو اوكي كاجوال alright نجي للي بعده طيب اللي بعده طبعا زي ما شفتوا في السيارة عندي شيء تثبيت الكاميرا بس عندي ثلاثة سكشنز اللي هي أشياء تشفط القزاز وتمسك الكاميرا ما تطيح فانعدمت وخربت وبدأت تطلع فقلت لازم أشتري واحدة ثانية فيا اشتريت هذه مشابهة بس إنها one section وتمسك الكاميرا ونشوف إن شاء الله بس ما تطيح يكون تثبيتها جدا عالي هذه هي يصير تثبت في القزازة حقت القزاز الأمامية للسيارة تنزل هذه تتحرك يصير أنا أقدر أحرك الكاميرا زي ما أبغى
Alright guys, ركبتها شوف كيف مرة خفيفة ومرة ما غطت علي الفيو، أحسها ما تحسوا فيها بصراحة. واو I love this صراحة. يعني شوف الحين أحسوك أوريكم بس هل في هزهزة أو تتحرك. خليكم معي دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس اوكي، قاعدة اتعمد اني انا اضرب على البرامل وادعس بنزين عشان نشوف اذا تحركت او لا. كيف بس انا يعني رايحة في طريق اجيب الاولاد anyways، فقلت ايش نجرب نسوق ونشوف اذا بتتحرك او لا. والله احسها مرة ثابتة وجدا ممتازة. Anyways guys، هذا هو فيديونا لليوم، ان شاء الله انكم استمتعتوا. كل المنتجات اللي اشتريتها اليوم صراحة 100 عجبتني. كل المنتجات حتشوفوها في صندوق الوصف للي حاب يشتري نفس الشيء او محتاج حاجة من الاشياء اللي شفتوها. بس والله فانا حخليها سلسلة من مشترياتي انه اي شيء اشتري من الامازون احط لكم هو ويصير نجربه سوا، ويعني كتجربة للمنتجات، لانه مو كل شيء تشوفوه في الانترنت يجيكم نفس البضاعة. فيا حخليها سلسلة الامازون. وبس والله anyways ان شاء الله الفيديو لو عجبكم بليز اللي مو مشترك اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. سلام لم